سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأطيب تحية مباشرة من مدينة الدار البيضاء، وتحديدا من مسجد اليوسفي، حيث يؤدي أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله صلاة الجمعة في أجواء روحية تنفث في النفوس الزكية حلاوة التعرض للنفحات الإلهية والعطاءات الربانية. وقد جعل المولى عز وجل يوم الجمعة نفحة من النفحات التي من بها على الأمة المحمدية. يحرص أمير المؤمنين على آداء هذه الشعيرة الدينية مع جموع المواطنين، تجسيدا لقدسية المسجد الكبيرة وحرمته العظيمة ورسالته الجليلة، ومكان التقاء المسلمين على الأخوة الدين والإيمان، ومكان اجتماعهم على آداء الصلوات واغتنام فضلها وثوابها مع الجماعة، وهو بذلك موضع إقبالهم على ذكر الله والتفقه في الدين وتلاوة القرآن. كل الشعائر الدينية فرضت من الباري عز وجل إلى جبريل إلى النبي الكريم، إلا الصلاة فهي من الله إلى نبيه الرحيم دون وسيط. هي ملمح لكل مؤمن بأن روحه تعرج في الصلاة إلى السماء، كما عرج نبي الإسلام روحا وجسدا إلى سدرة المنتهى. وأمير المؤمنين سبط الرسول الأمين يحرص على التربية الروحية لأبناء شعبه وفق منهج الاعتدال والتوسط، ليكونوا على بينة من أمور دينهم ويتفقهوا في شؤون التنزيل حتى يفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. ومبادرات أمير المؤمنين في إصلاح أمر الدين مكن من بلورة نموذج متفرد لتدبير الشأن الديني باعتباره نموذجا ينهل من الثوابت ويسوغ رؤية متكاملة ترم تحصين الأمة وضمان أمنها الروحي. الأمر الذي حذا بكثير من البلدان الإسلامية إلى طلب الاستفادة مما راكمته المملكة المغربية من تجربة في هذا المجال. وفي تدبيره للشأن الديني صار أمير المؤمنين على نهج الأسلاف، مستندا جلالته في بلوغ الغاية المتوخات على الأساليب التي تقتضيها روح العصر الذي نعيش فيه ويستلزمها التطور الحاصل في شتى الميادين، مع الحفاظ على الهوية الروحية الوجدانية والخصوصيات الثقافية. وأنا إني لكم منه نذير مبين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل قوم طاغون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أشرف المخلوقين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام اخطو يوم الجمعة فقد لغوت. وفي حديث آخر
ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا يغفر لي ولكم الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله القوي العزيز نحمده تعالى حمد التائبين الأوابين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ضمن لأوليائه المؤمنين النصر والتأييد والتوفيق والتمكين فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه إمام المتقين وقدوة أولياء الله الصالحين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون فيقول الله تعالى وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ نعم وعد الله عباده وأولياءه المؤمنين بالنصر والتأييد والذين يستحقون نصر الله القوي العزيز الذي لا يخيب رجاء من تولاه هم الذين إن مكنهم في الأرض وثبت لهم الأمر أقاموا الصلاة فعبدوا الله خاشعين ووثقوا صلتهم به في كل وقت وحين وتوجهوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين فانتصروا على شح النفس وتطهروا من الحرص فسدوا خلة الجماعة وكفلوا الضعفاء والمحتاجين والمعوزين امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى معشر الصالحين ها هو صبت النبي الأمين مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس عز الله أمره المؤمن بربه أقوى ما يكون الإيمان المتوكل عليه في كل ما يرسمه ويخططه ويبنيه يواصل مسيرات النماء ويقود الإصلاحات في كافة الميادين بصبر وأناه وعزم لا يلين وقد عاد بحمد الله من رحلته إلى بلدان إفريقيا وهي رحلة تتبع شعبه الوفي مراحلها بفخر واعتزاز وما العودة المظفرة إلى البيت الإفريقي إلا واحدة من الانتصارات التي يحققها مولانا المنصور بالله في شتى المجالات وعلى جميع الأصعدة سواء داخل المملكة أو خارجها وخاصة بالأقطار الإفريقية الشقيقة التي وجدت في جنابه الشريف التفهم الكبير لهمومها والسند القوي لقضاياها والاستعداد الدائم لبذل ما في الوسع والطاقة ماديا ومعنويا للتعاون الصادق على كل ما من شأنه الرقي بهذه البلدان وتنمية أسباب ازدهارها أيها المؤمنون قال الله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك
في ضوء هذا الهدي الرباني العظيم نفهم الإطار الروحاني والتوجيه السياسي الذي وضع فيه مولانا أمير المؤمنين تعاون المملكة الشريفة مع بلدان إفريقيا، وهو إطار تقاسم الخبرة والتجارب، وهو بالنسبة لرائد هذا التعاون ومخططه أمير المؤمنين يدخل دينياً وروحياً في باب الشكر على النعمة، وهو ما تحث عليه الآية الكريمة: وأحسن كما أحسن الله إليك، ذلك أن النعم التي تدعو إلى الشكر منا كثيرة، ومن أعظمها ما يدخل في وسائل دعم الأمن والاستقرار أولا، ثم ما يدخل في وسائل تدبير المعيشة وتحسينها ثانيا، وهي ميادين أمكن السير فيها قدما في المملكة المغربية، والحمد لله على توالي الأعوام باجتهاد أمير المؤمنين وتخطيطه حتى تحصلت لبلدنا معرفة في ميادين التخطيط والتكوين والإنجاز، سواء بأجهزة رسمية أو بفعاليات من القطاع الحر، فهذا كله من إحسان الله تعالى إلينا، وهو ما يستوجب هذه المقاسمة والمشاورة مع إخواننا في بلدان إفريقية. وبالإنفاق تزكو وتعظم النعم، قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اللهم بارك في عمر مولانا أمير المؤمنين، وسدد خطاه، وزد إيمانا مع إيمان، ونصرا على نصر، ونورا على نور، إنك تهدي من تشاء لنورك، وأنت نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الصدق أيها المؤمنون في العمل والتعاون هو ما لمسه إخواننا في بلدان إفريقيا التي شملت الزيارات الملكية الميمونة، فعبرت عنه بصدق تصريحات المسؤولين وهتافات جماهير المرحبين وخطب العلماء أمام المصلين، وكيف لا وهم جميعا قد توقعوا من تلك الزيارات ما تعودوا عليه من خيري الدنيا والآخرة، من خيري الدين والدنيا، عبر مشاريع تقرن بين تكوين الأئمة وتكوين الصناع ودعم الفلاحين والصيادين وتهيئة المجالات الحضرية وغيرها، مع ختم المسك بتلك الهدايا السنية من المصاحف الشريفة المحمدية. عباد الله، من واجبنا أن نعتبر بهذا الفتح أيام اعتبار، وأن نعطيه حقه المستحق من التقدير، فنزداد تعبئة وراء من أظهر الله هذا الفتح على يديه مولانا أمير المؤمنين، صدد الله خطاه وبارك في سعيه ومسعاه. وأولى من عليهم مزيد الشكر والحيطة والتقدير المسؤولون من خدامه ورعاياه حفظه الله، من أهل الأعمال والمبادرات الحرة الذين وضع فيهم الثقة وفتح لهم آفاق تمثيل بلد في مجال يقاس فيه الناس بالجودة والنجاح والحرص على احترام الالتزامات، فعليهم جميعا حسن الأداء، واضعين أمام أعينهم أن نعمة الإسلام التي كان المغاربة سببا في دخولها إلى عدد من تلك البلدان الإفريقية إنما دخلت على أيدي المغاربة دخولا سلميا، وقد كان بعضهم من العلماء وبعضهم من التربية من أهل التربية الروحية وآخرون من التجار المنصفين والرحالين المستكشفين، وكلهم ضرب المثل الأعلى في استحاق الثقة وجميل الاستجابة تفاعلا مع أخلاقه الزكية ومعاملاته الحسنة. فاللهم اهدنا إلى التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصر اللهم عبدك الخاضع لجلالك مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمدًا السادس، اللهم انصر نصرًا عزيزًا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين، وكله وليًا ونصيرًا، واحفظه بما حفظت به السبع المثاني والقرآن العظيم، وأقر اللهم عين جلالتي بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير السعيد مولاي رشيد، وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة. اللهم تغمد برحمتك الواسعة
الملكين الجليلين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني، اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما وبوئهما مقعد صدق عندك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. الله أكبر الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم السلام عليكم.
سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله عدد ما في الملأ العظيم الكريم وفضائله ورضا أصحابك يا سيدي يا رسول الله. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين فاتحا ولداش ومحبس وكافة المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم سيدنا ومولانا السلطان. اللهم انصر وبارك في أموره. اللهم اصلح به وعلى يديه. اللهم وفقه الخير وعين وعليه. اللهم كن له وليا ونصيرا. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أجواء إيمانية ملؤها الخشوع والخضوع منبعثة من بيت من بيوت الله يعمره المؤمنون تقربا للخالق سبحانه ابتغاء لمرضاته وطمعا في أعلى جنانه. أمير المؤمنين وقد أدى صلاة الجمعة بمسجد اليوسفي هنا في مدينة الدار البيضاء بعد العودة الميمونة من جولة بعدد من البلدان الإفريقية الشقيقة التي تربطنا بها علاقات روحية ساهمت في خلق فضاء ديني وثقافي وثيق يتجلى بالأساس في تعزيز الاستمرارية بين شمال القارة وباقي المناطق الواقعة جنوب الصحراء حتى بات المغرب عنوانا للمرجعية الدينية لكثير من دول القارة السمراء. وإذا كانت القارة الإفريقية هي الفضاء الطبيعي الذي ينتمي إليه المغرب ويحدد هويته جغرافيا فإن علاقات المغرب بهذا الفضاء تتخذ أبعادا متعددة يتداخل فيها التاريخي والسياسي والاقتصادي وأيضا الاجتماعي والثقافي. وقد أكد الدستور الجديد للمملكة وقبله التسادير السابقة أن الانتماء الإفريقي يشكل أحد أعمدة الهوية المغربية. يظل المغرب حريصا على صيانة هذا التلاقح الحضاري بينه وبين العديد من الدول الإفريقية. إلى هنا سيدتي سادتي نودعكم وإلى اللقاء.